هذه الكلمة أيضا بالدعاء لقائد هذا البلد جزاه الله خير الذي يحرص على تشجيع مثل هذه المسابقات وعلى تشجيع حفظة القرآن. زد على ذلك لما قام هذا الطاغية أعني القذافي، نسأل الله أن يعجل بقذف في جهنم. مثلك يعنى إليه. طبعا ما هي قبلها، لكن ما يقدرش يتصدوا لرابط الرشايد، ما يقدروش، ما يقدروش يفتوا عليهم جبهات أخرى. في مشاكل كثيرة صاير والناس بدأت تشعر. الصيف وحان الوقت لتتنفس، تنفس وأبحر عبر هدير الموج الساحلي وارسم بأبهى لوحا من الزهر البنفسجي وسابق أبنائك في تلال تبوك العذبة. تنفس واستلقي في أودية الطائف الخصبة، تنفس روح السعودي هذا الصيف وكل صيف. الله ينور عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا أيضا عبر أثير إذاعة MBC FM ومتابعينا في كل مكان. حياك الله يا تغريد. الله وغلا فيك يا علي، وحياكم مشاهدينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم MBC في أسبوع. وبالنسبة لمحتويات هذه الحلقة طبعا مليئة ودسمة، خلنا نبدأها بالعناوين. حماية لأرواح الناس وحرصا على أداء الشعائر، حج هذا العام بأعداد محدودة من حجاج الداخل، والتفاصيل نتعرف عليها بعد قليل. نجاح تشجير عنيزة يثير المطالب حول وجوب تشجير صحاري المملكة. قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. العلاقات السعودية المصرية وحكاية المصير الواحد على مدى قرن من الزمان. في سواليف هذا الأسبوع، العودة بحذر، وش تفاصيلها وكيف رجعوا الناس لحياتهم الطبيعية مع كورونا؟